السلام عليكم، عيد مبارك سعيد ومبروك عواشركم باش مات من نيتو. اليوم غنوجدوا المعلكه ديال الكاوكاو اللي بلا كوك بلا دقيق، اللي كتجي معلكه وغزاله، انتم تشوفوها مشقه يعني وتدوب في الفم. اول حاجه غنحتاجوا لربعه ديال الكاوكاو البلدي، يعني 250 غرام اللي غنشدو نديرو في لاطا ونخشيه غير 5 دقائق باش تحيد منه الرطوبه ما نحمروش. غنحتاج 200 غرام ديال السكر حبيبات، خمارة رقم 8 غرام، سكر الفاني. غنحتاج 2 ديال البيضات، نقدر نحتاج البيض اكثر، عندي معلقة ديال الكوفيزير ديال الحلويات يعني السائلة، 2 معالق ديال الزيت النباتي والملح باش نوازنو الذوق. اول حاجة ملي نخرج الكاوكاو ديالي كيف ما تنقول ما نحمروش، غير نحيد منه الرطوبة، 5 دقائق في الفران فقط، غنزيد عليه السكر وغنطحنو جيدا حتى يولي عندي بودرة يعني تنيل. هانتوما كيفاش كيجي، يعني راه منيل، كنطحنو بالقشرة ديالو. غنزيد ليه الملح ونزيد سكر الفانيلا باش نسموه ونخلط هاد المقادير. غنزيد 2 معالق كبار ديال الزيت النباتية، زيت عادية، وباش غنعلكو هاد الغريبة غنعلكوها بكوفيتير ديال الحلويات اللي غنزيد معلقة كبيرة اللي تكون عامرة من مربى الحلويات اللي تتكون سائلة، راه موجودة عند اللي كيبيعو لوازم الحلويات. من بعد غنزيد البيض، هنايا طربت دوك 2 بيضات، انا عندي 2 بيضات كبار، تقدروا تحتاجوا 3 البيضات صغار، تحتاجوا 2 بيضات ونص على حسب حجم البيضه. هنايا انا كفاتني 2 البيضات درتهم كبار، يعني تقدر نخلط الثالثه ونزيد منها غير شويه. الاهم هو انني ملي نخلط الخليط خصو يكون ماشي سائل يعني جاري، وماشي تاني قاسح، خصها تكون رطبه في يديا، كتلصق شويه في اليد باش ملي نشكل الكريات ما يسيحوش ليا في الفران. من بعد هانتوما تتشوفوا القوام ديالها كيفاش كيكون. دابا يا اما نخليها ترتاح واحد الساعه على الاقل، ولا من الاحسن بيتها ليله كامله، انا بيتها ليله كامله عاد باش كنزيدوا الخماره، ما نزيدش الخماره حتى ترتاح وتشرب. هيا من بعد ما خرجتها من الثلاجه غنجيب الخماره ونزيدها عليها وندخلها مزيان للعجين ديالي. هي كل ما ارتاحت كل ما داك الكاوكاو كيتعلق وكيشرب وكتجي غزاله. ندخل الخماره ديالتي مزيان، غنجيب سكر كلاصي، سكر بودره، يكون من نوعيه جيده وما زهر. غنشكل كرات الحجم كيبقى لكم، انا تنديرهم متوسطين، ما صغار ما كبار، وانتم كيبقى لكم الاختيار ديرهم كبار ولا صغار. كنغمس يديا في المزهر ونشكل كريات، ومن بعد كنلوحهم في سكر كلاصي باش نفندهم. نفند مزيان الكريات ديالي في السكر كلاصي، كنأكد يكون من نوعية جيدة، لكن النوعية ديالتو ماشي مزيانة راه غتشربوا ليا الحلوة وغتجي ناشفه من السكر كلاصي. غنجيب اللاطه ديالي اللي فرشتها بورق الطهي، الا ما توفرش ندهن جيدا اللاطه ديالي ونرشها مزيان بالدقيق باش ما تلصقش ليا الكرات ديالي. انا كنحطهم فوق اللاطه ونضغط عليهم شويه. ملي كنكمل اللاطه ديالي غنخشيها في الفران، نشعل عليها العافيه الفوق حتى تشقق ليا الحلوه، راه ما كتاخذش اكثر من 5 7 دقائق، ونهبطها لتحت يعني نشعل عليها لتحت ونخليها ما كتاخذش اكثر من 10 دقائق. ما نخليهاش بزاف في الفران، الا خليتها بزاف راه كتنشف، لان من بعد ما كنخرجها راه كيرجع عليها الصاد، كتنشف وكتجيني قاصحه، يعني غير نحركها نلقاها سهله انها باش تحرك صافي راه طابت وتاكلوها بالصحه والراحه. ها انتم كتشوفوها كيفاش كتجي مشقه وغزاله. نتمناكم ديروا جيم الفيديو، تعليق محفز، وتشتركوا في القناه ديالي، وشكرا لكم بزاف بزاف، وعيد مبارك سعيد وعواشر مبارك.